صار دعم الشباب والمواهب الشبابية نقطة مهمة لدى الكثيرين، ونشأت بعض الجهات الداعمة للشباب ومنها مجموعة تياترو ستيات لدعم المواهب الشبابية. والحديث أكثر عن الموضوع يسمنا نستضيف أحد أعضاء تياترو فهد زينة وخالد رشدان. صباح الخير، حياكم الله. يا هلا فيكم، يعطيكم العافية. وابتدي وياك فهد، يعني اليوم الشباب عندهم طاقة مو طبيعية يبون يطلعونها. خلينا نتكلم عن تياترو دمن، هي تحتضن الشباب، شنو أهدافكم أو شنو الفكرة اللي في بالكم لما تأسستوا؟ بداية أول ما تأسسنا، احنا تأسسنا من فرقة، طبعا في منكم يعرفونها ويمكن انتم بعد كنتوا منها، فرقه مركز سلمون يعني. من هني احنا انطلقنا كشباب مجموعه، تعرفنا على بعض، يعني انا اعرف زميلي خالد رشدون اللي معنا في الاستديو من 2003. بعدها حاولنا نتاسس بطريقه نكون حرين اكثر، فمن هني تاسست تياتروز. طبعا خالد، خبرنا مين او ايش المواهب اللي حابين انكم تحتضنونها وانتم تحتضنونها، وفي شروط معينه للانضمام لهذه المجموعه؟ تياتروز شرطها الوحيد انه يكون الشخص موهوب، سواء في اي شيء ثاني، في اي يعني نطاق ثاني، سواء تصوير، مسرح، موسيقى، رسم، ديكور، مكياج، اي مجال مفتوح للجنون. حلو، حبيت. زين، عددكم انتم كفريق كم واحد، وكيف في مثلا خطه لتوزيع مهام بينكم؟ احنا تقريبا من 25 ل 30 شخص. في من يعني من الجنسين طبعا. شنو بعد السؤال؟ في اليه معينه لتوزيع الادوار، كل واحد يقوم بشغله، ولا هي لا عمليه مشتركه بينكم؟ عمليه مشتركه، احنا كلنا نسمع حق بعض، الكل رايه، الكل يمشي رايه ونسمع له، من الصغير للعود. حلو. وهدفكم دعم كل واحد عنده أكيد. من خلال الورشات المسرحية اللي قدمها لنا الأستاذ نضال العطاوي، نصبح عليه طبعا. أكيد. وهذه يعني. طيب خالد، خلينا نتكلم عن الإنجازات، إيش الإنجازات اللي حققتوها سواء كانت داخل البحرين أو خارج البحرين؟ إنجازات تياتروز، طبعا تياتروز صار لها من شهر 6 الحين بدينا، فكجروبنا احنا إنزين إنجازاتنا كانت تقريبا انجزنا 4 مسرحيات، سوالف في هولوين، والسنه اللي عقب يعني بطلب الجمهور سوينا سوالف في هولو 2. حلو. سوينا مسرحيه الجابه، راحت مسرح شبابي لدول مجلس التعاون في قطر، وفهد حصل على افضل ممثل مبدع، وحسن عجاجي صار في جروب تياترو حصل على افضل موسيقى حيه، ومسرحيه في سيترو شاركت في مهرجان التراث ال20 وحصلت على شهادة من وزارة الثقافة أنها أحسن فقرة في المهرجان. ما شاء الله. وتنظيم برامج، يعني في هالفترة نظمنا برنامجين في مستشفى السلمانية حق أطفال مرضى السرطان بمشاركة المبادرة ابتسامة، واللي هو الووكاثون اللي صار في كورنيش الشيخ خليفة. ما شاء الله عليكم نشيطين. نتمنى ان شاء الله دوم. فهتكلمنا عن المواهب اللي تحسون لها مستقبل، تتنبون لها ان في 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 شيء في المستقبل راح يصير لهم، خصوصا في المسرح في المسرح، بما انكم مركزين على المسرح. احنا في المسرح احنا نعتمد بشكل عام على مسرحه الموهبه. اي موهبه تكون عندنا، لان المسرح احنا في النهايه نقول هو ابو الفنون. إذا بنتكلم عن شخص مثلا من الأشخاص اللي احنا نتوعد لهم بالخير، أذكر معنا حسن عجاجي، عازف على آلة الجيتار، بدأ معنا من عازف جيتار، مع استمراره مع نضال عطاوي دخله في مود المؤثرات الصوتية، يكون باك جراوند حي على المسرح. بالإضافة لنا الحين بدأ يمارس موضوع كتابة الأغاني وغنائها يعني وتلحينها في نفس الوقت، وهذه الشيء بعد حاز على ارضاه في مدينه شباب 2030. اوكي. الجمهور هناك تفاعل مع اغنيته اللي قدمها للبحرين، وما شاء الله عليه كله يختار يعني اشياء انسانيه. اخر واحده كانت
لأطفال مرضى السرطان وقبلها كانت عن الأم يعني أوكي. وكلها بتأليفة وألحانة يعني هذه يعني إن شاء الله بتشوفونها إن شاء الله إن شاء الله بردون القلب شباب البحرين والله عيني عليكم باردة. طيب ننتقل لك خالد دوم مثلاً ياتكم موهبة جدا متميزة سواء كانت في الفن أو في الغناء أو التمثيل إلى آخره، كيف توصلونهم للوسط الفني في البحرين أو خارج البحرين؟ أسلوب نضال عطاوي مو نفس أسلوب أي حد، دائما نضال يعطينا بس مفتاح وإحنا بروحنا نبتكر الأشياء، دائما يدورنا وين إحنا مناسبين بالضبط فيه، يعني المكان اللي نقدر نبدع فيه وإحنا بروحنا نسوي الأشياء. إحنا دائما نبتدي في الأشياء الخيرية، أنا دائما الأشياء الخيرية هي اللي تخلي الأوادم تشوفنا. زين، فمن مبادرة ابتسامة خلت وايد ناس تشوفنا، وايد ناس قاعدة تتصل لنا، وايد صار كونتاكتس أكثر، زادوا أفراد تياتروس. فتحت الأبواب فتحت لنا يعني من خلال هاي الأشياء يعني. حلو زين، اللي يبي ينضم لكم يشارك وياكم شنو المطلوب منهم؟ وهل في هناك أشياء معينة يلتزمون فيها طوال الفترة اللي هما مع تياتروس؟ أول شيء لازم يكون مطلوب منا يكون نايمين، هذه أهم شيء. نايمين على شكل إيجابي. كثير الابتسامة. الشيء الثاني إحنا نقدر نتواصل ويا الجمهور كله من خلال تويتر @تياتروز. أوكي. إيه نعم. حوالي عندنا 500 شخص تقريبا. وفي الفيسبوك تياتروز أطياف. هاي أرقام يعني اللي نقدر نتواصل. ومطلوب منهم شيء معين طوال الفترة اللي يكونون فيها معاكم؟ مثل شنو يعني؟ يعني في مثلا هناك يعني الأشياء لازم يلتزمون فيها كورش اللي تقدم، وأيضا في مثلا بروفات تصير بينكم. في بروفات وفي ورشات مستمرة، بس احنا ما نقدر نضغط على الشخص، يعني في ناس دعيناهم أكثر من مرة. أشوف أيضا صور على 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 الشاشة، هذه حسن عجاجي في هذه اللي تكلمت عنه قبل شوي، فاز على أفضل موسيقى حية. هني الفنانين أبا خص بالذكر بس الأستاذة والإعلامية منى فيروز طبعا داعمة لنا، وهذه في السلمانية بعد. حلو الأجواء الشبابية. هاي الجنون اللي انتحت عنه. هني في الوكاثون مع مبادرة ابتسامة، هذه في قطر بعد إن شاء الله، وهني في مدينة شباب 2030 حسن عجابي. طيب خالد، في كثير من الشباب اللي استضفناهم، خالد وفهد، من الكثير من الشباب اللي استضفناهم في هل البحرين، في هل البحرين بعضهم كانوا يقولون انه ما في جهات داعمه في البحرين، ايش رايك؟ انا اقول بالعكس، اول شيء يعني لكل مجتهد نصيب مثل ما نقول. زين، فاللي يبي ينمي موهبته في وايد اماكن، يعني انا وفهد من 2003 ما وقفنا روحنا، احنا ما كسرنا، عرفنا اي شيء يعني. أنا داش حق مركز سلمون كنت بس أبي مسرح. زين، شفت إن عندي يعني مثل ما نقول حس موسيقي. زين، فاتجهت شوي حق الموسيقى والمسرح. فشوي شوي تنمي موهبتي، بس إنه ما في شيء بالسؤال. صح. لازم تتعب. في ناس يقعدون في البيت يقولون ما في دعم. إيه بالضبط، يعني لازم تتعب. إحنا هاي جملة يكررها علينا نضال عطاوي، يقول لازم تكون عندك قصة نجاح عشان توصل. انت ما عشان توصل للدعم او الداعمين، ما نقول ان الحين احنا ما عندنا دعم، الحمد لله عندنا دعم، دعمين تقريبا، شيء بسيط يعني، من نشكرهم نادي الحوله على ابوابهم مفتوحه لنا، في اي وقت نقدر نتدرب عندهم، فاتحين لنا الابواب في اي وقت. غير دي صورنا مع انغام بيروت، مقهى ومطعم انغام بيروت، لوكيشن حلو داخل، كان صورنا فيديو ان شاء الله مع الايام بتشوفونه في يوتيوب او فيسبوك او وعلى بحرين ان شاء الله. ايش قدر مهم اليوم وجود هذه الجهات الداعمه، يعني انتم اوكي بيطلع منكم مجهود شخصي، الواحد بيشتغل على روحه، بس مهم ايضا تكون في هناك جهات داعمه. اكيد مهم، اكيد شيء مهم ان احنا يكون عندنا جهات داعمه من اي نوع، يعني الماليه. احنا حاليا يعني مو مفتوح لنا الاجواء الدعم المالي، احنا قاعدين نصرف من نفسنا. فهذا اللي تحتاجونه اليوم بالضبط. اكيد في تياترو، وفي كل مشروع يحتاج دعم مالي، لازم تدعمون شباب البحرين. كل هالمواهب وكل هالطاقات ان شاء الله من خلال برنامج هالبحرين توصل رسالتكم للمسؤولين ويقدموا لكم كل الدعم، لان صراحه جهودكم جبارة، وشفنا ما شاء الله تألقكم سواء كان في البحرين أو خارج البحرين. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم خالد، يعطيكم العافية.
فاصل ايه وراجعين صوتي حلو صار فجأة مطبخ حلو بحري يعطيكم العافية مشكورين شباب موفقين ان شاء الله.